ومن جسر السويس ومسترد نذهب للدقي ورمسيس وزميلتنا سالي سالم مراسلة صباح الخير يا مصر اللي رصدت توافد المواطنين بكثافة على منفذ كلنا واحد في الدقي. خلينا نشوف. العام الدراسي الجديد مستلزمات كتيرة ومتطلبات كتيرة بتحتاجها الأسرة والطالب المصري. هنا في مبادرة كلنا واحد والمنافذ المنتشرة على مستوى المحافظات بتوفر وزارة الداخلية من خلال هذه المبادرة عدد كبير من المستلزمات، شنط وزي مدرسي وأحذية وغيرها من المنتجات الغذائية اللي بتحتاجها الأسر في الفترة دي. تخفيضات بتتراوح ما بين 25% ل60% على كل المنتجات. تعالوا نشوف تفاصيل المنتجات الموجودة هنا إيه. مش مقتصرين على السلع المدرسية فقط لغير الأدوات المدرسية، لا احنا مشاركين بالغذائي وجميع الأدوات المدرسية. بنقول للمواطن والمستهلك معانا خصومات من 25 ل60% في مبادرة كلنا واحد. ادخل الشوادر ووقف على القوافل هتلاقي أسعار مميزة في موجود سيادتك. الأدوات المدرسية، الكشاكيل، الملابس، الأحذية، جميع أي حاجة تلزم الطلاب موجودة معانا في كلنا واحد. مشاركين بالسلع الأساسية اللي بتخش كل بيت مصري سواء الغني أو المتوسط الدخل أو منخفض الدخل، زي السلع اللي هي الأساسية زي السكر والرز والزيت والخل والبقوليات. في المعرض عملنا تخفيضات كبيرة جدا في السلع، تخفيضات بتصل لحوالي 30-40% في جميع السلع اللي احنا عارضينها في المعرض. احنا هنا بنقدم شنط وأحذية وكوتشيات وشرابات، حاجات يعني كويسة للمدارس والأطفال، حاجات في منتهى التخفيضات، سعرها حنين جدا. يعني حاجات بتبدأ، كوتشيات بتبدأ من 65 ومن 60، في حاجات حلوة للأطفال، شنط بتبدأ من 100 جنيه، حاجات ب 85 جنيه، حاجات كلها في متناول الجميع بصراحة. بنقدم كل ما يخص المدارس من زي مدرسي لأدوات مكتبية لشنط لأحذية. أسعارنا في بالنسبة للملابس بيصل نسبة تخفيضها ل 30-40%. أجود الخامات طبعا، خامات قطنية 100%. هنا في مدار رمسيس يعني جنب الفجالة، فلازم من كمان نبيع بأسعار أقل من الفجالة. فهنا في مبادرة السيد الرئيس هنا خصم 30% على كل جميع المنتجات، سواء كشكول، سواء كراس، كشاكيل سلك، أدوات مدرسية، شنط مدارس حضرتك، في لبس مدارس، في شرابات، في زمزميات، لانش بوكس اللي هي جميع مستلزمات المدارس خصم 30%. جيت خدت زمزميات وحاجات، فجيت تاني جيت خدت تاني، لان لقيت الاسعار كويسه يعني اقل شويه من بره. بشكر السيد الرئيس على اللي هو عمله، لان اللي هو عمله ده بالذات قلل الاحتكار. اشتريت شنط واشتريت كوتشات واشتريت تيشيرتات، واخويا هيجي يشتري ادوات مدرسيه والكلام ده. في فرق ملحوظ عن بره كتير، ويعني في اغلب يعني مجمع حاجات كتير في المكان. في جهد مبذول، في تنوع، في اكتر من شركه مقدمه. انا شخصيا اشتريت من مكان قبل كده شنط للولاد، وفعلا كان في فرق في السعر.